كده للإعلام المصري بعض الشيء إنه مغيب، لكن إحنا ما كناش مغيبين على قد ما إحنا كنا زي ما بنقول كده منتظرين. ما بنقدرش نتكلم أو نحلل أو أي حاجة غير لما بتبقى فيه معانا وقائع على أرض الواقع، وأنا أتحدث على حادث الأمس. رأي حضرتك إيه؟ لأنه خليني أقول لحضرتك بكل صراحة أن أنا كنت متابعة لقنوات البان عرب والقنوات العالمية، وكانوا كل يعني محدش بيتكلم إلا على ما حدث بالأمس عند محور في رفح، عند محور فيلادلفيا ما بين الجانب المصري مفروض والجانب الفلسطيني اللي احتلته إسرائيل دلوقتي، وإنه مصر يعني البيان بتاعها طلع بعض الشيء متأخر عن ما أعلنته إسرائيل وحجبته، ورجعت اعلنت تاني وحجبته، ويعني كانت في امبارح بلبله بعض الشيء. بالفعل بالفعل. اولا ما حدث امس لما نيجي نبص لها هنلاقي ان الروايه الاسرائيليه ظهرت من خلال الاعلام وليس من متحدث رسمي، يعني الاعلام الاسرائيلي هو اللي قال ان في احداث على الحدود المشتركه، ثم تم عمليه الحجب وتعددت الروايات الاسرائيليه. طيب مصر البعض اتهمها انها طلعت البيان متاخر، لكن هذه البيانات وخاصه انها تتعلق بشق عسكري يجب انها تاخد تصديقات ويتشاب بالضبط تفاصيل الحادث حتى يكون الكلام منضبط تمام. ما يحدث في اسرائيل هو خلل، يعني فوضى اعلاميه، لان الاعلام هناك حتى لما بيجي يكلمهم يقول لك انا عندي حريه اعلام، حريه اعلام بس في فوضى. ده هو المتضرر الاكبر من نشر هذه الاخبار، لا سيما انه في حاله حرب، في حاله حرب، وبالتالي يريد ان يحافظ على الروح المعنويه للقوات، لان الروايات امبارح كانت متعدده. دايما يعني هذا الشق في الاعلام، احنا كجهات امنيه دايما بيبقى عندنا اشكاليه، صراع ما بين حق المواطن في المعرفه وما بين قضايا تتعلق بالأمن القومي ممكن تؤثر على الروح المعنوية سواء في الشارع أو سواء في الجنود على الجبهة، خاصة إن يعني المتحدث العسكري ذكر إن في حالة وفاة لجنودنا، وبالتالي بيبقى عايزة نوع من الحرص الشديد والتأني، والتحقيقات خلال الفترة القادمة هتظهر بالضبط التفاصيل. يبقى أنا ما أقدرش أتكلم إلا لما يبقى في تحقيقات عشان نعرف الدوافع من هذه العملية، أسباب هذه العملية، الأهداف المرجوة من هذه العملية، هل هذا حادث فردي ولا حادث بناء على توجهات؟ وهنا بتتحدد السياسة الخارجية المصرية تجاه إسرائيل خلال الفترة القادمة. يعني هذا الموضوع إذا ثبت أنه بتوجهات أو أنه متعمد لن يمر مرور الكرام، لكن هنا لازم أقف أشوف التحقيقات بالضبط علشان أكون دقيق. ده جزء. الجزء الثاني، ما حدث أمس كان شيء غريب جدا، جميع وسائل الإعلام في العالم كلها كانت مهتمية بهذا الحادث بعيدا عن أحداث أول أمس وهي المجازر التي ارتكبت، وده نوع من التلاعب مانوبوليشن بتلعبه إسرائيل وهي محترفة هذه اللعبة لتوجيه الأنظار، تشتيت أنظار العالم كله ناحية هذا الحادث وبعيدا عن المجزرة التي حدثت أول أمس، واللي حتى رئيس الوزراء أدنها وقال إنه عمل صعب نفسه. وأمريكا قالت بتحقق، يعني بتشوف مدى ده. طب بس النهاردة، لغاية النهاردة وإحنا بنشتغل، خليني أقول إن إسرائيل لم تتوقف عن ضرب المخيمات في رفح، يعني لغاية هذه اللحظة هي مستمرة، مع ان من المفترض انه هذه المخيمات تتبع الأونروا وانها المناطق التي قيل عنها انها امنه، وهي ليست امنه، ليس هناك مكان امن في غزه الان. بس يعني خليني برضو ارجع، هل يعني ما هدف اسرائيل من محور صلاح الدين او محور فيلادلفيا؟ ما هدف انها يعني هي دلوقتي بتقول انا احتليت جزء من هذا المحور، تقريبا قالت تلتين المحور، وان انا يعني ابتدت بقى في مناوشات كده. في نفس الوقت امبارح لو تتذكر كان لما بدات اسرائيل بهذه الفوضى الاعلاميه عن حادث الامس، كان الرئيس في اجتماع مع وفد الكونجرس، وفد من الكونجرس الامريكي، والرئيس قال وطلعت في نفس التوقيت ان اللي بيحصل ده هيؤدي إلى
يعني وضع صعب للغاية، يعني أنا بحاول أقولها بشكل نعم. هادي يعني نعم. لكن أنت كده بتوصل الحكاية لمرحلة يعني أتمنى أن لا نصل لها، أتمنى. الدوافع الإسرائيلية من الحرب على غزة دوافع متشابكة، فيها دوافع سياسية بحتة، دوافع أمنية للسيطرة وعدم تكرار مثل هذه أحداث 7 أكتوبر مرة أخرى، فيها دوافع أيديولوجية. أنت عندك حكومة إسرائيلية أكثر حكومة متطرفة في تاريخ إسرائيل، حكومة شديدة التطرف، لها بعد ديني، لها بعد في طرد أهالي فلسطين وعمل مستوطنات، وحكومة موجودة بالفعل. دوافع اقتصادية، يعني الإسرائيليين لم يتحرجوا من أنهم أباحوا بيها، أن لهم دوافع اقتصادية في منطقة غزة، سواء أطماع في غاز غزة أو البترول أو الموارد الطبيعية، إحكام السيطرة الأمنية وعمل نقاط تفتيشية. فإذا الدوافع هنا متشابكة، ودي الأهداف الكبرى اللي نتنياهو حتى لم ينكرها. لكن محور فيلادلفيا على وجه الخصوص مشكلته ظهرت في ديسمبر، يعني منذ 7 أكتوبر العمليات العسكرية بدأت، وكانت بتعتقد أنها هتنهي هذه العملية في خلال أسابيع فقط أو أسبوع، يعني حتى التصريحات الأولية كانوا بيطلبوا من الإدارة الأمريكية الصبر لمدة أسبوع، في أسبوع، وبعدين قالوا في منتصف نوفمبر، وبعدين دخلنا في ديسمبر لم يحققوا أي إنجاز. بالتالي هو يبحث عن النصر، نتنياهو دايما في حديثه يتحدث عن النصر الكامل، النصر الكاسح، النصر الشامل، ولم يحدد تفاصيل النصر الكامل من وجهة نظره. فبدأ الاتجاه أنه لازم يحقق نصر أمام شعبه، هو غير قادر على تحقيق النصر، غير قادر على تحرير أسير واحد، غير قادر على القضاء على حماس. المقاومة زادت في الشمال وفي الوسط، وبالتالي هو بيبحث على أي نصر حتى وإن كان نصر زائف. يعتقد أن النصر ليس في المفاوضات، هو لا يؤمن بالمفاوضات، ولكن النصر في المقاربات العسكرية والأمنية من خلال تواجده، حتى لو فقد كل الأسرى الإسرائيليين. هو بقول لحضرتك، هو عنده حزب شديد التطرف ديني، عنده أيديولوجية، الأيديولوجية دي بتقول إن هم ممكن يستغنوا عن كل الأسرى دول حتى، ويقدموا مئات الألاف من الجنود الإسرائيليين في سبيل تحقيق هدف أيديولوجي ديني وهدف سياسي، هو هدف أكبر أسمى من هؤلاء. يعني سيادة اللواء، بما أن تطرقنا للحتة بتاعت الأسرى، صفقة تبادل الأسرى مع حماس شايفها إزاي؟ شايفها، تعالي نشوف هم شايفينها إزاي عشان نقيمها، لأن بأمانة منظورنا لهذه المفاوضات بيختلف تماما عن المنظور الإسرائيلي. يعني احنا ننظر اولا، وده سبب يعني عمل خلل في شكل وهيكله موضوع التفاوض، ويجب ان نتحدث بصراحه، في خلل في شكل الهيكل، لان لا يصح ان اللي بيعمل عمليه الوساطه او الراعي الرسمي للوساطه هي الولايات المتحده الامريكيه هي طرف اصيل في الصراع، فده خلل في الهيكل. في خلل اخر في الاسباب والدوافع وطريقه التفاوض، بمعنى ان الدوافع والاهداف ما بين الطرفين متباينه مختلفة تماما. إسرائيل تذهب إلى التفاوض لغرض واحد بس، تحرير الأسرى فقط، هي عايزة تحرير الأسرى. حماس تذهب